طيب سعاده السفير حمدي صالح تابعت معنا بالتاكيد آه هذا الفيديو يعني آه هذا المقطع المصور لاخر ظهور للرئيس آه دونالد ترامب من داخل البيت الابيض آه اريد تعليقا منك عليه يعني ده ده نمط سلوكي معتاد من الرؤساء الامريكان مش بس من دونالد ترامب، يعني انك في عندما يكون هناك موقف يعني يهمه ان يؤكد على دوره كرئيس الولايات المتحده بيضع هذا المنظر البروتوكولي وبهذا الشكل، وبالتالي لا يعني لا يجب ان يؤخذ على انه ترامب يعني هو سعيز بيزودها شويه ولكن ده ده منطق عادي للرئيس الامريكي عندما يريد ان يؤكد على نقطه معينه. ولكن اريد ان اشير للنقطه اللي اشارها الزميل لنا من الولايات المتحده الشخصية الأمريكية في في معظمها شخصية سهلة وبسيطة ولا ليس هناك مجال للتعالي يعني أنا درست في الولايات المتحدة وعشت فترة طويلة جدا الشخصية العامة ليست شخصية متعالية ولا متعجرفة وبالتالي لا تتقبل الموقف الذي يقدمه ترامب يعني ترامب أحد مشاكله الحقيقية أنه قدم صورة لم تكن مقبولة من الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي لكن اسمح لي سعد السفير اسمح لي السفير حمدي أه توقفت كثيرا عند فكرة المقدم لقدوم الرئيس ترامب توقفت كثيرا عند حتى الموسيقى المصاحبة لا يعني ليس لدي يعني خبرة ب أو علم بحقيقة الأمر بهذه الموسيقات الدبلوماسية أو يعني البروتوكولية لا أعلم هذه الموسيقى معتادة داخل البيت الأبيض إنما لمحت شيئا يعني طيب هل تسمح لنا أن نشاهد الفيديو مرة أخرى هو صغير للغاية يعني وسعود إليك نتابع Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump. طيب نعود اليك سعاده السفير، لا ادري حتى يعني لا اعلم حتى ما هي ما هي الموسيقى المصاحبه؟ لا يعني هو فعلا ده هذا موقف مسرحي اكثر من لازم وطريقه تقديم الاسم بهذه الطريقه كانك في المسرح وليس في البيت الابيض، انا معك في هذا. يعني فيها زياده شويه ولكن النقطه اللي انا بأسرها ان ده شيء طبيعي عندما يكون الرئيس الامريكي يريد ان يؤكد موقف معين انه يخرج بهذا بهذا الشكل ويكون في موسيقى مصاحبه ولكن هم زودوها شويه يعني فكره يتكلم بالاسم ده كانك في المسرح ان يعني هي ده طريقه القاء مسرحي وليس طريقه القاء بروتوكولي وسياسي. بس انا عايز اقول النقطه المهمه فضل في هذا ان احنا ما يجبش ان احنا ننظر للمجتمع الامريكي ونعمم عليه من تجربه ترامب. المجتمع الامريكي فيه شخصيات متعدده وفي نماذج متعدده وبالتالي لا يجب ان يكون هناك تعميما على ان هذا يمثل العجرفه الامريكيه وما الى ليس هناك عجرفه امريكيه بشكل عام وانما لا. هناك شعب بسيط يسمى فريندلي يعني له ودود ويتعاون مع الجميع وبالتالي من اكثر الشعوب يعني التي يمكن ان تتعامل معها اكثر حتى من الشعوب الاوروبيه والشعوب الاخرى. طيب